في البصرة يقترح متخصصون حلولاً لمواجهة التغيرات المناخية والتصحر، بينما ينتقدون الإجراءات الحكومية في مواجهة مخاطرها. قدمنا مجموعة من المقترحات الرئيسية في حل هذه المشكلة، ركزنا على قضايا جوانب التوعية وأهميتها في تقليل الاستهلاك، ركزنا على قضية سوق الكربون والبصمة الكربونية وشون ممكن أن احنا يدخل العراق في هذه البصمة، شون ممكن أنه نقلل دعم الوقود حتى نقلل من حركة السيارات قدر الإمكان حتى نقلل من العوادم، ركزنا على قضية أهمية زراعة الغابات وزيادة الغطاء الخضري. البصرة من المحافظات التي تعاني من قلة المياه، من التصحر، من تأثر الزراعة بسبب يعني قلة المياه. قمنا بحملات تشجير ضمن فريق التشجير والعمل التطوعي في مديرية زراعة البصرة. نحن نعمل على مثل ما نقول على قد إمكانياتنا، لكن بصراحة نحن نحتاج إلى أضعاف هذه الإمكانيات لكي نواجه هذه التغيرات ونحد منها. دعوات حكومية لتضامن المواطنين في حملات التشجير وإنعاش الزراعة وترشيد استهلاك المياه تحسبا لانحسارها في السنوات المقبلة. ندعو المواطنين إلى الاهتمام بهذا الموضوع، على الأقل تشجير الطرقات، تشجير أبواب المنازل، تشجير داخل المنازل، اللي ما عنده مساحة يشجر الرصيف. حملات كثيرة عملت عليها منظمات المجتمع المدني، الشباب والرياضة، الحكومة المحلية في البصرة، مختلف دوائر المحافظة، بس للأسف الشديد نلاحظ عدم تعاون جدي من قبل المواطنين. ندعوهم من خلال منبركم الشريف، ندعو مواطنين محافظة البصرة بالتقليل والترشيد بالنسبة لكمية الماء المستخدم. وجاء العراق من بين 5 دولنا تعد الأكثر تضررا بالاحتباس الحراري وفق تقارير دوليتنا، صنفت البصرة أيضا في مقدمة المدن العراقية الأكثر تضررا بتلك التغيرات. أثر العبادي، وان نيوز، البصرة.